مساء الخير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من شبابيك. الطبيعة في خطر، تمر بأكثر مراحلها سوءا بحسب تقرير التقييم العالمي للأمم المتحدة. والدراسة التي شارك في إعدادها 145 خبيرا من 50 دولة هي حجر الزاوية لكيان بحثي جديد يشير إلى أن العالم ربما يحتاج إلى شكل اقتصادي جديد لما بعد النمو من أجل تجنب المخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون. وخلص التقرير إلى أن ما يصل إلى نحو مليون نوع من النباتات والحشرات والحيوانات على سطح الأرض مهدد بالانقراض، وقد ينقرض الكثير منها في غضون عقود. على هذه الكارثة الإنسانية سنفتح شباكنا الرئيس. في شباك الفنون نناقش مع المخرجة الجزائرية فاطمة الزهراء زعموم فيلمها الأخير باركور، الذي يتناول أوضاع الشباب الجزائري. أما في شباك الخير فستكون لنا وقفة في غزة نطلع فيها على أول مطعم عائلي في غزة، مطعم السنونو. فقراتنا الأخرى متنوعة بين أبرز الأعمال الدرامية، كما سنجول في أروقة حصن الدريدة في سلطنة عمان، إضافة إلى وقفة بشأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية الراهنة. فتابعونا. نبدأ الحلقة بصورة اليوم من لندن، حيث قام سائقو شركة أوبر للأجرة بالاحتجاج أمام مقر الشركة احتجاجا على ظروف عملهم ورواتبهم. يأتي ذلك مع طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. فيديو اليوم يأتينا من السودان، وفيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لنتابعه سوية. بسبب التمكين 30 عاما فيها هجم الشباب بحثا عن العمل وتحسينا للاوضاع الذي لم تستطع حكومه البشير ونظامه في توفير بعضا منها. هذا الشباب الذي سهر الليالي جدا واجتهادا للاجتهادات الجامعيه، وفي نهايه المطاف لم يجدوا غير المهن الهامشيه، واثروا على انفسهم اختيارا للاحترام في دوله ليس فيها مثل هذا النظام الفاسد الذي وقفوا بتضمه ورده على مر الزمان. فكانت إرادة الشعب أن تخرج إلى الشارع وتثور لتنهي حكم الطاغية، ويكون شعارها حرية كلام وعدالة ودليل خيار الشعب. وفي مثل هذا اليوم من عام 1984 تم تدشين حاجز نهر تيمز الذي يحمي مدينة لندن من الفيضانات، ويصنف هذا الحاجز ثاني أكبر حاجز في العالم بعد حاجز هولندا. كلفة تشييده بلغت نصف مليار جنيه استرليني في ذلك الوقت، ويبلغ طول الحاجز نصف كيلومتر وارتفاعه 20 مترا، ويسمح بالتعرض إلى الأمواج التي تأتي من المحيط الأطلسي إلى بحر الشرق. العالم يشكو أزمة في النظام البيئي بحسب تقرير التقييم العالمي الذي صدر عن الأمم المتحدة حديثا. وأشار التقرير الذي أقرته 130 دولة إلى أن أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات مهدد بالانقراض نتيجة النشاط الخاطئ الذي يمارسه الإنسان. أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات تفقد بمعدل عشرات أو مئات المرات أسرع من الماضي، نتيجة خلص إليها التقرير الأممي Global Assessment بمشاركة 145 خبيرا من 50 دولة، أجمعوا على أن نظامنا البيئي في أسوأ أوضاعه.
نحن نفقد الأنواع بمعدل تاريخي، تقريبا 500 إلى مليون نوع مهددون بالخسارة. لقد فقدنا الكثير من غاباتنا المحلية وأراضينا الرطبة، وفعالية التنوع البيولوجي تعتبر قضية ذات أهمية مماثلة لتغير المناخ. إنها ليست مجرد قضية بيئية، إنها قضية اقتصادية، قضية تنموية وأمنية واجتماعية وأخلاقية. لقد حان وقت العمل بوضوح. حان وقت العمل، فالخاصة وأن النشاط الإنساني هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الطبيعية مع تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة الوقود. النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية. نحن بحاجة إلى النظر في نوعية حياة الكوكب والنظر في عدم المساواة التي أمامنا. ما خلقته اليد الإلهية تفسده أياد بشرية. يقطع الإنسان الطريق أمام النمو والتنوع الطبيعي من خلال أسلوب حياة خاطئ ينعكس بشكل مباشر على سلامة البشر في أنحاء العالم. تقرير بمثابة صافرة إنذار للتحرك، ليس بالهرع لالتقاط آخر صور للأنواع المهددة، بل بإنقاذ ما تبقى قبل أن تتحول مئات الكائنات التي تعيش حولنا اليوم إلى صور في كتب العلوم أو هياكل محنطة في متاحفنا. ولنناقش هذه إذن المأساة نستضيف من تونس العاصمة الدكتور زهير الحلاوي، أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وعضو الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ومعنا من بيروت أيضا مصطفى رعد، متخصص في قضايا بيئية وعلمية. أبدأ معك مصطفى، لأننا قبل الآن تحدثنا عن موضوع انقراض الحشرات وكنت أيضا ضيفنا ذلك الحين. اليوم يعني عن المخاطر البيئية إذن متواصلة وعن موضوع الانقراض متواصلة، لكن هذه المرة الأمم المتحدة يبدو أنها تدق ناقوس الخطر متحدثة عن انقراض ما يقارب المليون نوع، فما تأثير ذلك من جديد على حياة البشر؟ مساء الخير. طبعا الأمم المتحدة صار لها فترة عم تشتغل على موضوع التقارير يلي عم تدق ناقوس الخطر فيه، وعم بتقول أنه نحن أصلا بموضوع تغير المناخ بعد معنا 10 سنين لل 2030 لنقدر نحن نخفف من الضرر الكبير يلي بده يصير على المجتمعات البشرية وعلى التنوع البيولوجي الموجود في الكرة الأرضية. التقرير يلي طلع من كم يوم بباريس كان مرعب جدا، لأنه قال أنه نحن في عنا مليون نوع من الحيوانات عم نقدر نفقده، يعني مليون نوع من حيوانات النباتات، وبنفس الوقت نحن عم نخسر سنويا حوالي 12,000 فصيل من الحيوانات والنباتات. فنسبة الانقراض يلي عم تكون موجودة عنا مرعبة جدا مقارنة ما قبل الثورة الصناعية وانتشار وتغير العادات البشرية وتدمير الموائل الموجودة في العالم. لذلك هذا الموضوع بيأثر جدا على التنوع البيولوجي، بنفس الوقت بيأثر على حياة الإنسان، لأنه بالآخر بل البيئة ما فيها، يعني أو بالأحرى الاقتصاد ما فيه يكبر بلا بيئة، لأنه كله مرتبط بالبيئة. في مثل بنى تحتية نحن عم نشتغل عليها اللي هي اسمها البيئة أو المحيط الحيوي اللي نحن عم نعيش فيه، اللي نحن بسبب نشاطاتنا البشرية عم ندمرها بطريقة مرعبة جدا وسريعة جدا. نعم، أنتقل إلى إذن الأستاذ زهير من تونس. أستاذ، هل يعني لديك فكرة عن أكثر المناطق أو يعني المناطق أو الأماكن الجغرافية المهددة بهذه المأساة جراء طبعا انقراض هذه الأنواع؟ هو فعلا المناطق الأكثر تهديدا أو تهديدا بهذه الظواهر هي المناطق ما يعرف المناطق الهشة، أي التي تتعرض إلى من ناحية ضغوطات الطبيعة والبشر من جهة، وهشاشة والنظم البيئية لها. وهذه المناطق هي خاصة المناطق حيث المياه وحيث التركز البشري الكبير. فإذا نعطي أمثلة، نقول في وطن العربي مثلا خليج جابس في تونس أو دلتا النيل في مصر
أو المناطق المنخفضة في السواحل المنخفضة في كل بلدان العالم العربي، حيث نتيجة تغيرات مناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، هذا سيؤدي إلى غمر هذه المناطق التي هي ذات قيمة اقتصادية كبيرة جدا. لكن الفكرة الأهم من هذا كله هو أن لا يجب أن نعتبر أنه فقدان آلاف ولا ملايين الكائنات الحية شيء هين، لأنه يجب أن نعتبر في ذهننا أن هذا داخل في منظومة، ومنظومة تتكون من عناصر وهناك تفاعل فيما بينها. فعندما تفقد هذه المنظومة أو يفقد عنصر وجوده، فإن كل النظام البيئي الذي يعيش فيه الإنسان سيصبح في محل تهديد وخطر، وهذا سيهدد في حد ذاته ليس فقط الكائنات الحية بل حتى الإنسان في وجوده وفي عيشته وحياته المشاهدين. يعني أنت ذكرت أنه من المناطق المعرضة لهذه المأساة هي المناطق الهشة، هذا مفهوم، لكن ذكرت موضوع المياه ومنسوب المياه، يعني ربما الفكرة ليست واضحة. عادة المناطق الغنية طبعا الثروة المائية أو بالمياه هي مناطق ربما من الانطباع العام أنها مناطق مزدهرة وليست هشة، فما علاقة المياه بالموضوع؟ مثلا أعطي مثال، مثلا في تونس هناك منطقة هشة باعتبارها يتركز فيها الماء طبيعيا، فعندما نقوم بإنشاء منشآت اقتصادية حول هذه المحمية الطبيعية التي تعتمد على الماء، مثلا بحيرة إشكل في شمال البلاد التونسية، فإن هذا سيؤدي إلى انخرام التوازن الطبيعي لهذه المنشأة، سواء من حين تكثر الفيضانات، لأنه من أهم مظاهر هذه التغيرات المناخية هو ارتفاع هطول الأمطار بشكل غير طبيعي، أو من جهة أخرى التطرف الآخر هو الفقدان الكبير للأمطار، وبالتالي حالات الجفاف المتواترة والحادة التي ستنقص من كمية المياه التي تعيش منها هذه الكائنات. نعم، أنتقل إليك مصطفى. يعني بما أنه الأماكن الجغرافية أو المناطق الأكثر تعرضا أو المهددة أكثر من غيرها في هذه المأساة هي عموما المناطق الهشة كما ذكر الأستاذ زهير، يعني من سيشارك في الحلول إذا كانت هذه المناطق أصلا تعيش أزمات ومآسٍ اقتصادية واجتماعية وحروب وفقر؟ عادة يعني بالخطة اللي حطينا بآخر تقرير طلع عن الأمم المتحدة اللي نحن هلأ عم نحكي عنه، حكوا عن اللوكال كوميونيتيز أو الانديجينس بيبل يلي هن السكان الأصليين أو المجتمعات المحلية يلي أثبتوا عبر التاريخ أنه عندهم قدرة على إذا بدك المحافظة على استدامة الطبيعة بسبب قدرتهم على التحكم والسيطرة على إذا بدك المصادر وكيفية استعمالها. ولكن نحن عم نشوف أنه هناك فقر كبير ضمن ان هيدي الاشخاص، يعني دون هيدي مجموعات من الناس او السكان المحليين، والدوله نوعا ما عم تتدخل بشكل جدي لتقدر تحارب ازمه الفقر يلي موجوده بيناتهم. يعني في تدخل على المستوى المحلي يلي هو مرتبط بالسكان الاصليين، وفي بنفس الوقت تدخل على المستوى الرسمي وتدخل الدول، لانه حتى اتفاقيه باريس يلي نصت بال 2015 اتفقت انه الدول المتقدمه يجب ان تساهم بانعاش الاقتصاد ورفع الانتاج المحلي اللي موجود لدى الدول. واذا وصلت هيدي المصادر زهير يعني كاخصائي حضرتك بالموضوع المناخي، ما هو تاثير التوعيه المبكره في هذا الشان لتفادي المخاطر والمآسي يعني المستقبليه من خلال المناهج المدرسيه، من خلال البرامج التنمويه الى اخره؟ هو فعلا الحل الذي يقترح للتجاوز ولا التصدي لظاهرة التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية هو أولا محاولة التأقلم والاستعداد لمواجهة هذه الظواهر، لأنه في كل الحالات سنكون معرضين لانعكاسات سلبية لظاهرة التغيرات المناخية، إذا علينا أن نكون مستعدين اقتصادنا ومجتمعنا يكون مستعد لهذه الظاهرة، ثم أيضا نحاول أن نخفف من الأسباب التي أدت إلى الظاهرة، وهذا التخفيف يكون من الحد من إفراز الغازات الدفيئة
خاصة ثاني أكسيد الكربون والميتان وغيرها من الغازات. إذن هو في نفس الوقت مثل سكة القطار، هناك جانب يجب أن نحد من إفرازات غازات دافئة، وهذا الحد لا يكون بين عشية وضحاها، يجب أن نكون داخل في سياسة تحسيس وتوعية خاصة لدى الفئات الصغيرة في الشباب والأطفال، لأنهم هم الذين سيكونون معرضين في آجلا أو عاجلا للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. فكلما كان الاهتمام بهذه المسألة مبكرا وكان التحسيس ناجع ومتواصل، كان الحد له أكثر فاعلية. ثم من جهة أخرى يجب أن نعد أنفسنا كمجتمعات وخاصة كفئات هشة المعرضة لإفرازات غازات دافئة والتغيرات المناخية عموما، وخاصة المجتمعات العالم الثالث الدول المتخلفة، إذن عليها أن تعد أنفسها وتأقلم اقتصادها ومجتمعها وكل نظمها الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، لأنها لا محالة ستكون موجودة. لكن بطبيعة الحال لكل هذه المشاريع لها كلفة، ولذلك على الدول المتقدمة أن تمد يدها إلى حصالتها وتعطي الدول المتخلفة بعض مما أخذته سابقا بطبيعة الحال، لأن التنمية متاعها كانت على حساب هذه الدول المتخلفة، فعليها أن تمد يد المساعدة ماديا وتكنولوجيا ومعلوماتيا. نعم، شكرا لك، أرجو أن تبقى معنا أستاذ زهير وأيضا أستاذ مصطفى. نذهب الآن إلى الزميلة رانيا الدريدي وتفاصيل أكثر عما جاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة، ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. الطبيعة أو البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من أرض وماء وهواء وكائنات حية، سواء حيوان أو ميكروبات أو جماد أو غيرها. هذه الطبيعة تواجه تهديدا على مستوى العالم نتيجة أضرار الحضارة الحديثة، وبات يدمر كل ما هو جميل، مما يخل بمنظومة الحياة من حولنا وبمعدلات غير مسبوقة. تقرير أصدرته الأمم المتحدة بعنوان التقييم العالمي حول حالة الطبيعة أظهر أن خطر الانقراض يطال مليون من بين نحو 8 ملايين نوعا من النباتات والحشرات والحيوانات على سطح الأرض مهدد بالانقراض، وأن الكثير من هذه الكائنات الحية قد يختفي في غضون عقود. فهذه المنظومة البيئية في العالم تواجه مخاطر كبيرة كنتيجة مباشرة للنشاط الإنساني، والمخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون وتدمير المصادر الطبيعية. ويقول علماء إن التغيرات التي أحدثتها عقود من نهب للغابات والمحيطات والتربة والهواء وتسميمها تهدد المجتمعات بالقدر ذاته على الأقل للتغير المناخي. التقرير أشار بوضوح إلى أن تأثير هذه الأضرار ظهر بشكل واضح في أماكن ومناطق كثيرة، من بينها غابات السافانا في إفريقيا والغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، حيث انخفض متوسط الوفرة في الحياة النباتية والحيوانية بنسبة 20% أو أكثر خلال القرن الماضي. وأضاف التقرير أن البشر ينتجون غذاء أكثر من أي وقت مضى، لكن تدهور الأراضي يضر بالإنتاجية الزراعية على 23% من مساحة كوكب الأرض. التقرير كشف أيضا أن تراجع النحل البري والحشرات الأخرى التي تساعد على تلقيح الفواكه والخضروات يعرض ما يصل إلى 577 مليار دولار من إنتاج المحاصيل السنوية للخطر. ولعل الأهم هو ما خلص إليه التقرير الذي أقرته 130 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهو أن تحولا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم. يبقى أن التحدي هو في التزام هذه الدول الصناعية الكبرى بواجباتها. إذن شكرا للزميلة رانيا. أعود إليك مصطفى، يعني تحدثت رانيا في ختام هذا التقرير عن ما توصل إليه تقرير طبعا الأمم المتحدة، من أنه دور أيضا الحكومات، يعني الحكومات في النهاية ربما هي المسؤول الأكبر عن هذه الأزمات. يعني يقال أنه البشر هم المسؤولون، لكن ليس البشر بمعنى الشعوب، الحكومات التي يعني مسؤولة عن انتشار المصانع المعامل في غير أماكنها المناسبة وعن الاستثمار في هذا المجال. فكيف هي الحلول بهذا الإطار؟
تعقيبا على التقرير يلي عملته زميلتنا، الحلول يلي بلشوا فيها بأوروبا، أنا كنت تقريبا من حوالي أسبوعين بألمانيا، بلشوا شغل على ما يسمى بالسيركولر إيكونومي، يعني أو الاقتصاد الدائري. نحن عادة بنمشي على اللينير إيكونومي، يعني بنجي بنطلع من المصادر المتجددة وغير المتجددة، بنصنع بنستهلك، بعدين بنكب، بيرجع كل هذا الوسخ على الطبيعة. فهن اجوا قالوا نحن بدنا نعمل شيء اسمه السيركولر إيكونومي، يعني نحن عم نصنع، عم نعمل مواد عندها إفادة على المدى الطويل، ما عم نرجع نحن نكبها ونرميها بالطبيعة ونعمل تلوث. فنحن عم نعمل عملية نفسها هرمية النفايات اللي نحن بنشتغل عليها، اللي هي الثري آر، يعني بنصنع، بنعمل إعادة استعمال، وبعدين بنعمل إعادة تدوير. فبهذا الموضوع نحن عم نخفف تلوث، عم نخفف الطاقة اللي هي مستخدمة لإنتاج هيدي المواد، وبنفس الوقت عم نكون عم نخفف كلفة بيئية على كوكب الأرض وعلى البشر بشكل عام وعلى كل الكائنات الموجودة اللي هي عايشة، لأنه كمان نحن كل الأمور اللي عم بتصير بهذا الوقت عم بتأثر على الكائنات الموجودة، إن كان حشرات، إن كان ثدييات، إن كان برمائيات، إن كان أي نوع مخلوقات هي موجودة ضمن هذا البيوسفير أو ما يسمى المحيط الحيوي. لهيك هيدي الخطة بلشوا شغل فيها، رح يعملوا أول تطبيق لها بال 2020، ورح يكفوا فيها من هون لل 2050، لأنه هني عم بيقولوا أنه من هون لل 2030 عندنا تقريبا حوالي 30% انخفاض من استعمال الموارد المتجددة أو غير المتجددة، وبال 2050 لازم يكون نزلنا على القليلة ل 50%. يعني عم يحاولوا هني ينقذوا نصف الكرة الأرضية من هون لل 2050 ليقدروا يلاقوا حلول تانية بالأعوام المقبلة. نعم سيد زهير، يعني كما تحدث إذن الأستاذ مصطفى عن انقراض بعض الأنواع، خلينا نقول لدي سؤال، يعني أنه لنفترض أو هذا ما يحدث في كثير من الأحيان أن يختفي نوع ما من منطقة معينة لأسباب كثيرة، ربما لأسباب بشرية لها علاقة بالصيد مثلا أو سوء التقدير أو المناخ طبعا، التصحر إلى آخره. هل يمكن استعادة هذه الأنواع من الحيوانات أو النباتات إلى تلك المناطق التي اختفت منها؟ هل يمكن من جديد أن تنمو هناك؟ هذا يعتمد على درجة اندثار هذه الأنواع. فإذا كان الاندثار كان بسيط، أي أن هناك نفس النوعية ونفس السلالة موجودة في مكان آخر، وعندما نعيد تجذيرها في مناطق الطبيعية الأصلية لها يمكن أن تعيد التوازن وتعود إلى الحياة والتكاثر. لكن إذا كان حذفنا كل إمكانيات التكاثر والنمو لهذه الكائنات في الموطن الأصلي لها، فإن ذلك سيؤدي إلى اندثارها نهائيا. أعطي مثال على ذلك، مثلا في تونس نعرف أن البحر الأبيض المتوسط قد عرف في العشريتين أو أكثر 30 سنة الأخيرة ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة الاحترار العالمي للأرض، ونتيجة احترار الهواء زاد حرارة المياه، ولاحظ أن كائنات حية التي لم تكن موجودة أصلا في شواطئ البلاد التونسية وحتى في غيرها في سواحل الجزائر والمغرب وغيرها لم تكن موجودة أصلا، نظرا لأنه حرارة الماء كانت لا تسمح لها بالتكاثر وبالعيش. فعندما ارتفعت درجة الحرارة تسربت هذه الكائنات الحية من البحر الأحمر إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، وصارت أولا تكاثرت نظرا لأن ليس هناك منافس لها، وحتى أيضا افتكت المجالات والبيئات الحية للكائنات الأصلية، وهذا بطبيعة الحال يهدد المنظومة البيئية في حوض البحر المتوسط عندما نتحدث على شمال أفريقيا مثلا. إذا تلاحظين أن هناك كائنات الحية وحتى مستقبل أبنائه في المستقبل. صحيح، في تواطؤ بين البشر والطبيعة. مصطفى، اليوم تناقشون بعتقد في لبنان الميزانية العامة، وهذا سيكون موضوعنا في شباك المال لهذا اليوم. بالحديث عن الميزانيات، يعني لماذا في البلدان العربية خاصة لا يشمل طبعا الحديث عن الميزانيات المخصصة لوزارة البيئة مثلا، والتي تساهم في الحد من هذه المخاطر والمآسي؟
للأسف وزارة البيئة بلبنان ما عندها الدور السيادي بالعمل على حل المواضيع البيئية، نوعا ما دورها استشاري، ولكن بالفترة الأخيرة حسب ما عرفنا يعني أنه في مبلغ كبير من المصاري جاي من الاتحاد الأوروبي ليساعد بكتير مشاريع عم تكون عم تنشغل بلبنان، فبنتأمل أنه عن جد تنصرف هذه المصاري بسبيل الانتهاء من أزمة النفايات وحل موضوع المشكلة تلوث الأنهار والبحار، لأنه الموضوع عم يتفاقم بشكل كبير. ونحن مثل ما شفنا بالفترة الأخيرة طلع تقرير لمنظمة الصحة العالمية بيقول أنه لبنان هو الأول بالإصابات بالسرطان بين كل دول غرب آسيا، فالموضوع مرتبط بأزمة النفايات بنوعية الهواء اللي نحن عم نتنفسه وبطبيعة الأكل اللي نحن عم ناكله، لأنه كمان أزمة النفايات تركت أثرها على المزروعات، خصوصا أنه معظم المزروعات الموجودة بمنطقة البقاع ومنطقة الأسمية جنوب لبنان تسقى من نهر الليطاني اللي هلأ هو ملوث بسبب الفساد الموجود بسبب الصرف الصحي والنفايات الصناعية اللي عم تنزل على روافد النهر الممتدة على 170 كيلومتر، فهذا الموضوع بيأثر على كمان على الأمن الغذائي الموجود لدى الناس، وبنفس الوقت عم يرجع يعملنا أمراض سرطانية وأمراض غريبة جدا نحن ما بعمرنا نحن شفناها وبنسب عالية ومرتفعة ووتيرة سريعة جدا. فبنتأمل أنه عن جد هذه المصاري اللي هلأ عم تجي من المجتمعات الدولية أنه تكون عم تروح بمسار الصحيح وتكون عم تستخدم بمشاريع لإعادة التوازن البيئي والطبيعي، وبنفس الوقت نكون نحن عم نساهم مع وسائل الإعلام بالإضاءة على يعني المخاطر الجدية اللي موجودة بسبب بعض التصرفات اللي بتتعلق بالصيد الجائر وغيرها من قطع الأشجار بالمناطق وغيرها من الأمور. نعم، مصطفى رعد متخصص في قضايا بيئية وعلمية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وأشكر من تونس العاصمة دكتور زهير الحلاوي، أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وعضو جمعية تونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. نتمنى أن نكون أجبنا على بعض الأسئلة في هذا الخصوص. فاصل قصير مشاهدينا، ونتابع من بعده جولة في تونس أيضا حول أبرز الأعمال الدرامية والبرامج التي استحوذت اهتمام المواطنين بمناسبة رمضان، كما سنجول في أروقة حصن الرديدة في سلطنة عمان. ولقاء مع المخرجة الجزائرية فاطمة الزهراء زعمومة عن فيلمها باركور. والآن إلى شباك الدراما، حيث نرصد أبرز التعليقات على المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها المشاهدون بشغف كل سنة. واليوم لنا وقفة مع مراسلتنا أميرة مهذب من تونس. مساء الخير أميرة. أهلا بك ديما وكل عام وأنتم بخير في شباك الدراما من تونس. في الحقيقة أبرز المواضيع أو التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شدت انتباه المشاهدين لا سيما رواد فيسبوك خاصة قبل الدراما، هو اليوم الأول من رمضان تم عرض ديما برنامج ديني مسجل على القناة الوطنية الثانية. هذا البرنامج تسجيل قديم، الإشكال الذي يكمن فيه أن الشيخ أو الداعية الذي تقدم بالتهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم تقدم بالتهاني للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وإلى زوجته ليلى. هذا الموضوع يعني أثار استياء المشاهدين وراجع كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فنتابع قليلا من مقطع الفيديو. نسأل العلي القدير أن يجعل هذا الشهر المبارك شهرا مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وعلى حرمه الفاضلة السيدة ليلى بن علي وعلى الشعب التونسي وكافة الشعوب الإسلامية، وأن يعيده علينا جميعا باليمن والخير والبركة. نسأل العلي القدير مبارك
كما ذكرت ديما أن هذا المقطع أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، لذلك نذكر التعليق الأول لسالم حيث يقول: الآن فضيحة من العيار الثقيل على القناة الوطنية، شيخ معمم في حديث لرمضان بداية من الساعة 6:53 وقد استهل حديثه بتقديم التهاني لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي وإلى حرمه السيدة ليلى بن علي. الفريق المشرف يبدو أنه صائم. أما التعليق الثاني لعماد يقول: من مزايا خطأ الفيديو ليلة البارحة الذي ذكر فيه التهاني لبن علي تذكرنا أن الثورة حررت شيئا من الكرامة فينا. أما التعليق الثالث وهو لسليم يقول: الوطنية الثانية تهنئ بن علي وحرمه برمضان، المال السائب يعلم السرقة. ننتقل ديما إلى الموضوع الثاني الذي يتحدث عن الدراما في رمضان، وهي دعوات لإيقاف قناة الحوار التونسي وإيقاف مسلسل أولاد مفيدة في موسمه الرابع. هذا المسلسل الذي تابعه الكثيرون من التونسيون في موسم الثاني والثالث كذلك الموسم الأول، إلا أن الموسم الرابع يبدو أنه أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لما بثته القناة وبثه المسلسل من مقاطع يعني تحتوي على عنف مبرح وتحتوي أيضا على لقطات شرب الخمر، وهذا ما أثار استياء الكثيرين، حيث قال الرواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقع فيسبوك. عامر يقول في تعليق له: شخصيا لم تعد تعجبني التدوينات المنددة برداءة مسلسل أولاد مفيدة نصا وإخراجا، فوفرة المعروضات التلفزيونية هذا العام وجودة بعضها الاستثنائية البادية للعيان منذ المشاهد الأول كفيلان بجعل أي متفرج يبحث عن الإبداع يتجاهل العمل وأشبهه. المشكلة الآن ليست في باعث القناة بل في المتفرجين الذين يستهويهم الفساد بأشكاله وتجدهم أول من يندد به على الفيسبوك. أما التعليق الثاني لنادية حيث تقول: قناة سامي الفهري لا تتوقف، لكن القنوات التي تكشف الفقر وخنار الحكومة وأعوارها يقومون بإيقافها. في المقابل هناك يعني مقابل هذا الاستياء من مسلسل أولاد مفيدة هناك إعجاب كثير ديما لنقله إليكم بمسلسل جديد وبدأ يعني في حلة جديدة للمشاهد التونسي، هو مسلسل القضية 460. هذا المسلسل الذي تم تصويره في روسيا يتحدث عن مقتل رجل أعمال في الحرب العالمية الثانية وعن التحقيقات السارية حول عملية كشف الحقيقة. هذا المسلسل أثار أعجاب الكثيرين منذ البرومو الأول له في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر التونسيون أن لأول مرة يقوم يعني مخرج تونسي وهو مجدي السميري المخرج الشاب بإنتاج أو بإخراج مسلسل تونسي بهذه المعايير عالية الجودة. كل التعليقات في الفيسبوك كانت تقريبا يعني معجبين بهذا المسلسل. يقول أسامة: القضية 460 بملامح مسلسل عالمي راقي جدا. أما التعليق الثاني والأخير فاطمة تقول: شاهدت البارحة هذا المسلسل قضية 460، المسلسل الذي راجع للبعض أنه أرادت نتفليكس أن تشتريه، كاستينج في قمة في الروعة وأكسسوارات وتجهيزات وديكور وملابس وإبداع، رؤية فنية حقيقية جميلة جدا، تفاصيل الديكور وممثلين لهم وزن مسرحي عالي جدا. هكذا لا. كانت جولتنا في شباك الدراما الرمضانية من تونس. ديما إليك. نعم شكرا جزيلا أميرة، ونلتقي الأسبوع المقبل ورمضان كريم وينعاد عليك. والآن موعدنا مع شباك التراث الخاص بشهر رمضان، واليوم نذهب إلى سلطنة عمان ونطلع على حصن بيت الرديدة الذي يعد واحدا من الحصون التي بنيت في القرن السابع عشر على يد الإمام سلطان بن سيف اليعربي
ثاني أئمة الدولة اليعربية في سلطنة عمان، وقد تم ترميمه مؤخرا ليصبح متحفا للزائرين يروي تاريخ الأسلحة النارية التي تم جمعها من مختلف دول العالم والتي استعملت في العديد من المعارك والحروب. مراسلتنا زارت المتحف وأتتنا بالتقرير التالي. صباح الخير. صباح الخير اختي. احكي لنا شوية عن احنا اليوم في بيت الرديدة، احكي لنا شوية عن هذا الحصن او هذا البيت الرديدة، تاريخه هو تابع لمن؟ لانه هو حاليا يعتبر موروث خاص بالسلطنة. بالفعل، بارك الله فيك. الحصن الرديدة طبعا بني في القرن 17 من قبل الامام سلطان بن سيف اليعربي ثاني ائمة اليعاربة في عمان، وبنى في نفس الوقت كذلك فلق الخطمين اللي هنا داخل البرج، وكذلك مسجد اليعاربة اللي على اليمين وانت جاية إلى الحصن. طبعا حول إلى متحف عسكري ومتحف أسلحة منذ 9 سنوات وافتتح بالأمس. طبعا هذه أسلحة قديمة زي مثل ما أسلفت من أقاليم كثيرة في العالم، طبعا قديمة جدا. هذا احنا نسميه الصمعة، وطبعا في انواع كثيره من الصمعه في المتحف هذا. زين، جمعت لغرض اعطاء العمانيين نبذه تامه وكامله عن الاسلحه. ما معنى الرديده؟ يعني ليش سمي الحصن هذا المكان بالرديده؟ نعم، الرديده طبعا هذا يعود الى اسم سد قديم في المنطقة هذه يصد المياه الوادي عن الوصول إلى بلدة بركة الموز. هذه الغرفة تحتوي على مجموعة من الأسلحة التقليدية القديمة والتي تعرف بسلاح أبو فتيلة. هذه الأسلحة دخلت السلطنة من فترة قديمة جدا واستمر استخدامها حتى نهاية القرن 19. عندنا المدافع بريطانية الصنع، صنعت عام 1759. مسافة المدفع تقريبا ما بين 1000 متر 1 كيلو. زين أختي الكريمة، مثل ما أسلفنا والحمد لله رب العالمين تمت الجولة في الحصن التاريخي الجميل الذي يضم كثير من الأسلحة العالمية القديمة ويعتبر عالمي أو يتوحد، أو أعتقد أنه الوحيد في العالم يضم الأسلحة القديمة بالكثرة هذه والكمية وكذلك النوعية. إذا لا تكاد تخلو مدن ومحافظات السلطنة من هذه الحصون، استعملت خصيصا للدفاع عن أهلها ولردع الأعداء. وهيب أبو حليس العربي من سلطنة عمان. أما الآن
الآن وشباك الفنون باركور فيلم سينمائي للمخرجة الجزائرية فاطمة الزهراء زعموم يعكس هموم بلد قبل حراك فبراير مشاكل اجتماعية عديدة بل ورها الشباب في مطلب واحد لا للعهدة الخامسة. الفيلم يعيد إلى الواجهة إشكالية السينما ما بعد نظام بوتفليقة وهل من المتوقع الخوض في الممنوع وعرض السائد؟ بدأ حراك الجزائري بمطالب سياسية أبرزها لا للعهدة الخامسة، لكن قبله رفعت الكثير من المطالب الاجتماعية لم تجد لها أذانا صاغية. هذا الفيلم هو عينة منها. فيلم باركور للمخرجة فاطمة الزهراء زعموم نموذج لحراك اجتماعي بدأ قبل فبراير شباط، حيث الفقر، الظلم، أزمة سكن وأزمة بطالة فضلاً عن البيروقراطية في الدوائر الحكومية. عمل سينمائي يعبر عن الواقع بلا رتوش. باركور هو يوم في حياة أشخاص يتلاقوا كامل في 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 صالة عرس هذاك اليوم، والتراكم المشاكل تاعهم كامل راح يخلق ظروف غير منتظره، نقدروا نقولوا باللي هكذا. هنا كان التصوير وهكذا كانت المشاهد. يعطيك الصحه يا بنتي، راك فرحتني. بين عبث الحياه وبشاعه الواقع، بين التطلع للمستقبل ومنظومه اجتماعيه تقهر الشباب، لعب الفيلم على تصوير المشاهد دون تكلف ولا تصنع. تقدري تقولي ما تقمصتش الشخصيه باسكو كنت برسك فيها، دونك شغل هاد لا سيتياسيون اون جينيرال كاع يعيشوها، شغل ما كانش كاين جديد. انا نظن باللي ما كانش فيلم ولا مسرحيه سانسير يعني حقيقيه اذا غمضنا عينينا على واش كنا عايشين ومازلنا عايشين. مش راح تتبدل غدوه باسكو خرجنا، مازال الخدمه، مازال البلاد تخدم. الفيلم جمع بين هوات ومحترفين، عرضه الاول ياتي في خضم حراك سياسي تعيشه الجزائر، فهل ستتحرك كاميرا السينمائيين لتصويره في ظل حديث عن غياب الرقابه وثقافه الممنوع في السينما مستقبلا؟ الحالة السياسية بعد 22 فبراير أعطت نقدر نقول حرية التعبير للسينمائيين. الأفلام اللي كانت ما عندهاش حرية الخروج إلى القاعة أو إلى إبراز في الساحة الفنية برزت الآن، لأنه عندها قراءة سياسية وعندها قراءة اجتماعية محضة. السينما التي تساير الواقع المعاش بكل ما يحمله من تناقضات، همها الوحيد مخاطبة العالم بصوت عال ونقل الصورة بقسوتها لكن بلمسة فنية. فهل ستتحرر السينما الجزائرية مستقبلا لنقلها أم ستظل عيون الرقيب تمنع وصولها للآخر؟ جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. تنضم إلينا من باريس فاطمة الزهراء زعموم المخرجة الجزائرية. مساء الخير سيدة فاطمة، ومبروك عرض الفيلم في الجزائر تقريبا قبل أسبوعين، وهو طبعا كما شاهدنا في التقرير ونتمنى أن نشاهد الفيلم مرة من المرات، يدور حول أوضاع الشباب والنساء، واستغرق طبعا استغرقك عامين. هل كان ليعرض قبل أشهر برأيك في الجزائر؟ اصلا كان الفيلم انا انتهيت ما بعد الاخراج تاعو في اخر فبراير، اخر فبراير، لكن بما انه كان من المفروض انه يكون انتخابات فانا كنت اجلت كل الحديث عن عرضه في الجزائر في الفترة هذه اللي كانت فيها المفروض تكون الانتخابات، يعني حتى 18 أبريل. نعم. لأنه في هذه مرحلة الانتخابات تقدر تكون حجز صالات باش يديروا التظاهرات السياسية ولا حاجة.
لكن مع تغير الوضع السياسي أنا كان بودي أنه أعمل هذا العرض الشرفي والعرض الأول مع التقنيين والفنانين والصحافة في الجزائر باش نوصلهم أنه الأشياء اللي كانت موجودة باش خدمنا هذا الفيلم وباش عملته هي نفس الأشياء اللي قاموا عليها نعم. الجزائريين نعم سيدة فاطمة يعني الفيلم الذي ينتقد كل ما يعني كل ما يطلق عليه خطوط حمراء خليني أقول هل كنت تتوقعين الانتهاء منه مع انتهاء حقبة سوداء طبعا عاشتها الجزائر؟ لا أنا كنت متوقع أنه لأنه التصوير كان في جانفي وفيفري 2018 فكان من السريع أنه ينتهي ما بعد الإنتاج لو كانت المعنويات موجودة والتمويلات موجودة لكن هذا استغرق وقت أطول لأنه لما يكون التمويل ضعيف والمساعدات ضعيفة لازم العبد يكون عنده الوقت والوقت عندنا نعم صحيح هذا هو المسار اللي كان أخذه الفيلم نعم الفيلم طبعا ينتقد أوضاع المرأة أيضا والعنف والذكورية والتسلط في المجتمع هل هو فيلم فقط يعني يمس الخطوط الحمراء السياسية المتعلقة بالنظام السابق أم أنه أيضا هو فيلم يتجرأ على المجتمع يعني برأيك بعد ما حدث بعد الحراك الأخير في الجزائر ألن تستمر هذه المشاكل التي تحدثت عنها حضرتك في الفيلم؟ أنا ظنيت أنه لما كتبت هذا السيناريو كتبته في 2015 أنه كنا وصلنا لمرحلة وين كل المشاكل كانت موجودة وما كانش الحلول السياسية ولا الحلول الاجتماعية مش موجودة فكنت ظنيت أنه وصلنا لمرحلة يعني كثير من كثير من الهيبوكريزي وكثير من التناسي والسكوت والنفاق يعني كثير وصلنا لمرحلة وين كانت الأشياء لا تطاق المشاكل ما عندهاش حلول كل جزائري كان يعيش عراقيل من أنواع كثيرة والرغبة لما كتبته وأخرجته هو أنه يصير حوار في المجتمع ما كنت ظن أنه هذا الحوار يكون في وقت الحوار نعم لكن السياسي لكن سؤالي سيدة فاطمة أن الحراك قام ضد النظام نظام الحكم القائم هل سيكون هناك حراك اجتماعي برأيك مجتمعي يعني ما ذكرتيه في الفيلم وتعرضت له ربما يعني ربما يستمر لسنوات طويلة المشاكل الاجتماعية دائما لازم لها وقت لأنه متعلقة بالمتخيلات متعلقة بخيال الناس لكن الأشياء حتى على المستوى الاجتماعي كاين حركات أخرى راهي بدأت تتحرك في المجتمع في المظاهرين يعني يهدروا عن يتنحوا قاع يعني كلهم يرحلون لكن يتكلموا كذلك عن يترباوا قاع معناها يترباوا كلهم فتربية المجتمع والتوعية أنه كلنا حابين نعيش بديمقراطية وديمقراطية نعم. يعني على بمفهوم واسع هذه الأفكار يعني منقولة الآن في الجزائر وبيتحدثوا عنها الناس في الشوارع نعم أنت بدأت إذن هذا المشروع قبل عامين يعني قبل الحراك طبعا بعامين وهناك بالتأكيد مشاريع أخرى هل تعتبرين أن يعني أنكم بدأتم الحراك إن كان جيل السينمائيين المبدعين الروائيين الفنانين هل كان ثمة تحضير
برأيك لهذا الحراك، لهذه الثورة ثقافيا؟ أنا من الناس اللي عاشوا، كان عندي 20 سنة في ولا شوية أقل، يعني 18 سنة في 88، فأنا عشت مرحلة التسعينيات وعشت القمع اللي كان عاشوا الشباب في 88. نعم. فبظن انه المجتمع الجزائري ما نسى، يعني من الجيلي ما نسى هذا المشاكل اللي عشناها في 88 لما كان هناك تحرك ديمقراطي، وما نسى وش صرا، وش يعني الاشياء اللي صارت في التسعينات بعد لما كانت حرب أهلية ومشاكل متعلقة بالإسلاميين. نقدر نقول أنه كان في تحضير، كان في تحضير على صعيد الذاكرة الشخصية وذاكرة المجتمع. يعني المجتمع اختفى منها 200,000 شخص ماتوا، واختفوا منها ملايين هاجروا للخارج، فكل هذه الأشياء هذه ما تتنساش. يعني صحيح. فاطمة الزهراء زعموم المخرجة الجزائرية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. فاصل ونطلع بعده على مطعم السنونو، أول مطعم عائلي في غزة. تماثيل بوذية وهندوسية ترافق الأزهار في الجناح الهندي ضمن معرض بكين للبستنة. ونطلع مشاهدينا على تفاصيل الأزمة الاقتصادية اللبنانية الراهنة، يعني غير الجديدة طبعا، مع الزميل محمد المشد. افتتحت عائلة في مدينة غزة مطعما خاصا بها، وهو المطعم الأول في المدينة الذي تديره أسرة بكاملها. فكرة المطعم راودت الأم صابرين السنونو بعدما نجحت سنوات في بيع الوجبات لزبائنها من البيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع. قد تتشابه معظم المطاعم في مدينة غزة إلى حد ما بقوائم الطعام التي تقدمها للزبائن، لكن داخل هذا المطعم قصة مختلفة، فالأمر لا يتعلق بالأصناف أو بالمذاق أو بطريقة تقديمها، إنما بمن يدير ويطهو الوجبات للزبائن. تعد السيدة صابرين إحدى طلبيات الزبائن، فهي الطاهية لهذا المطعم الذي تديره بنفسها مع زوجها وأبنائها، وهو ما يميزه عن باقي المطاعم الأخرى. بدأت فكرة إنشاء المطعم منذ سنوات، ونجحت اليوم في أن تجعله مصدر دخل لأسرتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. بدأت فكرة مشروعي من 5 سنوات، بدأتها أونلاين عن طريق الإنترنت، وبدأت أسوق لمنتجاتي، والحمد لله كانت النتيجة كتير كويسة، الناس تقبلوا الفكرة كتير، وصرت أوصل للبيوت أكلاتي، وصاروا يطلبوا المالح والحلو، وكثير كان مشروعي كثير حلو. الزوج مصطفى يتولى محاسبة الزبائن ويشارك كذلك في جلب احتياجات المطعم المختلفة، مهمة اعتاد عليها كرب للأسرة. صراحة ما في اختلاف بين وجودي في البيت ووجودي في المطعم، بل بالعكس هنا في المطعم كمان يعني صارت مسؤوليات أكبر وفي تعب أكثر.
أما تقديم الوجبات يساعد فيه محمود الابن الأكبر، طالب جامعي قرر أن يتغلب على البطالة بالعمل في تخصص مختلف عن دراسته. كذلك أضاف مكتبة صغيرة هنا لتشمل قائمة الطعام وجبة ثقافية مجانية من كتب منوعة. فتحنا مطعم والمطعم عائلي هان، فالإشي هذا شجعني كثير إنه لا هاي في وظيفة وهي في كذا. فأول ما خلصت قلت فيش مشكلة بشتغل مع أمي وأهلي هان في المكان. تعد مشاريع المطاعم الصغيرة ناجحة نسبيا مقارنة بالمشاريع الأخرى في غزة، فخلال الأعوام القليلة الماضية يمكن ملاحظة افتتاح عشرات المطاعم في هذه المدينة المثقلة بالهموم الاقتصادية والحياتية. صالح النطور، العربي، قطاع غزة. وينضم إلينا إذن من غزة مصطفى سنونو، المدير العام لمطعم سنونو. مساء الخير أستاذ مصطفى. إنه ليه أنت المدير العام وليست الست صابرين وهي صاحبة الفكرة؟ والله ست صابرين مشغولة في المطعم في جوه في المطبخ، هي اللي بتعد الطعام وهي اللي بتجهزها، فاحنا وزعنا الأدوار، أنا كمدير للمطعم ومدير التسويق كمان للمطعم يعني. نعم سيد مصطفى، الفكرة طبعا غير رائجة في غزة، هل لأنه غير معروفة بعد، هل لأنه غير مربحة، أم أنه مستعجلة أنه عائلة تفتح مطعم؟ لا هي غير معروفة يعني في غزة أو مش موجودة مش في غزة، فإحنا أول عائلة يعني تقريبا نفتح مطعم ونشتغل فيه كلنا، يعني صعب تلاقي عائلة موجودة في مطعم في غزة بالذات، يعني بحكومة عادات وتقاليد تختلف في غزة عن بقية البلدان. وهل يعني من العاملين في المطعم هم فقط العائلة أو بتستعينوا بأشخاص آخرين أيضا؟ هو العاملين في المطعم العائلة، ومنستعين بأشخاص أقربائنا يعني قريبين منا كتير وقريبنا يعني. نعم يعني نوع خليني اقول الاطباق يعني. نوع الاطباق التي تعدها السيده صابرين هي فقط اطباق تقليديه ام انه ايضا في وجبات سريعه، كانه لمحت صور لاطباق فيها ساندويش او اشياء سريعه؟ لا صحيح، احنا كنا بنقدم ايام المطعم في البيت او المطبخ البيتي كنا بنقدم أكلات يعني تقليدية، لكن في المطعم هذا أصبنا أكلات غربية، سندوتشات غربية سريعة تواكب العصر يعني. قد ايه صعب يعني الواحد بالبيت ما بيعرف يقدر كمية الأكل اللي لازم يعده كل يوم، فقد ايه صعب في المطعم انه الست صابرين او حضرتك بما انه انت المدير العام وانت من يعني تتبضع لهذا المطعم، قد ايه صعب تقدروا الكميات يوميا المطلوبه لتأدي الناس وبنفس الوقت حتى ما يفيض اكل؟ احنا ايام زمان ايام البيت كنا يعني على الحجز، بالحجز قبل بيوم بيحجزوا عنا اللي عايز طلبيه بيحجزها، فبنجمع الطلبيات كلها وتاني يوم بجيب الطعام كله فريش يعني وبنعمله على قد الطلبيات. لكن في المطعم احنا بنجيب احتياطيا يعني اكل احتياطي مش كتير، بس بنحاول نزود كميه على قد الموجود عندنا على قد الزباين، حسب الزباين الموجودة في المطعم قديش اليوم بكرة يعني ممكن نتوقع قديه، فبنجيب على قدهم يعني ما بنخسرش كتير يعني. الإقبال عموما كبير مرضي أم أنه يتفاوت بحسب المواسم طبعا وبسبب الأوضاع الاقتصادية والحصار أيضا؟ والله على حسب الأوضاع الاقتصادية طبعا هو مرضي يعني الحمد لله، إلا أنه في بعض الأيام في بعض المواسم بيشد فيها الحال بيكون عندنا زباين كتير، أما في بعض الأوقات بيكون الوقت ضعيف يعني. نعم دي بتمشي مع دي بيمشي الحال. نعم اليوم في رمضان يعني بالتأكيد لديكم وجبة إفطار يومية صحيح؟
صحيح صحيح، أنا على وجبة إفطار يومية بالحجز، يعني بقى بنحجز طاولات في رمضان وإيه نوعية الأكل هم حابين يعملوه أو ياكلوه، إحنا بنعملهم إياه وبنحضره وعلى الفطرة بنقدمه لهم يعني في رمضان. يعني في المطعم أنت تتحدث، بيحجزوا طاولة وبيطلبوا أكل، يعني هل صحيح هل بتلحق الست صابرين تحضر كل ما يطلبونه أو إنه في عدة أكلات بيطلبوا منها؟ هو عدة أكلات بس بيطلبوا، مثلا لازم يكون الحجز يعني يكون قبل الساعة 12 الظهر. نعم. عشان نقدر إيش نقدر نعده لهم حسب كل واحد ايش بده. نعم. طيب وفي سحور او فقط افطار؟ لا في سحور، تمام كمان في سحور بنقدمه، سحور تقليدي هذا يعني نقدم الفول، نقدم الجبنه، بنقدم الجبنه مع الزيت، الحاجات الحلوه هذه اللي تبعت رمضان طبعا. نعم. الاكلات اللي في السحور، وكل واحد هو عايز ايه احنا بنقول احنا بنجيبه له، يعني فيش مشكله عندنا. نعم سيد مصطفى سنونو، موفقين وشكرا جزيلا لك. اذا المدير العام لمطعم سنونو في غزه كنت معنا، شكرا جزيلا. وفي شباك الدنيا نذهب إلى المعرض الهندي ضمن معرض بكين الدولي للبستنة، ويحمل عنوان الإنسان في وئام مع الطبيعة، حيث قدم للزوار لمحة عن الثقافة والتقاليد الهندية. الحديقة الهندية تملك تماثيل يدوية متنوعة، كل واحد منها يمثل فلسفة في البوذية والهندوسية، ولكل منها معنى. إلى محبي إذن هذا النوع شاهدوا معنا. And this is called the Dhyan Mudra. يسمى هذا ديانا مودرا، وهو شخص يتأمل في الكون وهو جالس على زهرة اللوتس. اللوتس علامة النقاء بصرف النظر على كونها زهرة الهند الوطنية. هذا هو جدار الخطوة، حيث اعتاد الناس تخزين مياه الأمطار فيه ثم استخدامها على مدار السنة. So it's not really only a question of religion. في هذه الحديقة نحاول إيجاد السلام والرفاهية داخل الجسد والعقل. في حديقة الهند نجد هذا التناغم بين الجسد والعقل والروح. والآن ككل أربعاء وقفتنا الأسبوعية مع عالم الاقتصاد وشباك المال مع محمد المشد، يحدثنا اليوم عن الأزمة الاقتصادية في لبنان. مساء الخير محمد. أهلا يا هبيل. يعني الأزمة الاقتصادية في لبنان أزمة مستدامة. أزمة مستدامة ولها أسباب قديمة يعني، ولكن الآن نرى أن موظفو مصرف لبنان المركزي أوقفوا إضرابهم يوم الثلاثاء، ولكنهم تركوا الباب مفتوحا لاستئنافه يوم الجمعة. هذا إذا مضت الحكومة في مقترحات مشروع الميزانية العامة التي ستقلص من أجورهم. ويشير إضراب البنك المركزي إضافة إلى احتجاجات وإضرابات أخرى في القطاع العام إلى التحديات السياسية التي ستواجه الحكومة في الوقت الذي تناقش فيه ميزانية تقشفية لكبح جماح العجز المتسع، وفي ظل معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي طال انتظارها أشد من أي وقت مضى. بالنسبة للحكومة تبدو هذه الإصلاحات من الموازنة العامة. معنا ديما تقرير عن الإضرابات التي تحدث الآن، ثم نعود لمواصلة النقاش. حالة إنكار التوجه نحو انهيار الاقتصاد اللبناني تبددت مع تحركات العسكريين المتقاعدين والموظفين. جواب الحكومة كان اللا قدسية لأي طرح في محاولة لتهدئة الشارع. الاقتصاد قائم على حاجة سنوية لاستجلاب كم من مليارات الدولارات ما بقى قادر يجيبهم، وبالتالي أزمتنا هي أزمة ميزان مدفوعات، يعني نحن عم نصرف وندفع تجاه الخارج أكثر بكثير مما قادرين نجيب
لتمويل هذا العجز. خطاب السلطة المستحدث المعترف بالأزمة يتهرب من الحل الأساس، وهو إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وفك قيود الأجهزة الرقابية جميعا. يجب على الحكومة أن تعيد النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعت خلال أكثر من 3 عقود، واللي قامت على فكرة تشجيع القطاعات الريعية والاستدانة. دخول لبنان غرفة الإنعاش الاقتصادي يقترب، فهل من وصفة سحرية في بلد التركيبات البديلة؟ يعرف بعض الاقتصاديين الفساد بأنه توزيع للمنافع على الطوائف، ويعتبر بعض النواب بأن مكافحته لن تكون إلا بإسقاط النظام الطائفي، النظام الذي يشكلون ركنا أساسيا فيه، وما بين التعريف والتوصيف انتظار لإعلان الانهيار. حسين خريس، العربي، بيروت. محمد، عنا وقت قبل ما تخلص الحلقة يعني نوصف ما حدث للاقتصاد اللبناني، أم بدأ أيام طبعا بدأ أيام، يعني هو شيء يدرس الآن في العديد من الجامعات، لأن لبنان إذا بدأنا بقصة الاقتصاد اللبناني من أيام الحرب هي قصة طويلة يعني. وأعتقد وهناك كتاب لوزير أسبق اسمه جورج مقدسي عن الاقتصاد اللبناني، يتحدث فيه عن الاقتصاد اللبناني أثناء الحرب، يعني فعلا أنصحك بقراءته، وأنصح أي حد يريد أن يعرف عن الاقتصاد اللبناني أثناء الحرب. ولكن إذا ذهبنا إلى ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية سنجد أن هناك ما وصف بأنه حلقة مفرغة. الاقتصاد اللبناني في حلقة مفرغة، تبدأ بنمو غير كافي، تبدأ بتقلبات في الإنتاجية وفي معدلات النمو. هنا إذا بدأنا هنا في نسب نمو عامة منخفضة ومتراكمة، عدم توظيف الأرباح بشكل مثمر، والتقلبات التي سنتحدث عنها فيما بعد من أسباب الحرب، ومن أسبابها أيضا أسباب نسميها أسباب هيكلية في هيكلة الاقتصاد وهيكلة الحكومات. إذا انتقلنا من مبدأ العائد ومبدأ النمو بشكل عام وتحدثنا عن تمويل سير الحكومات وزيادة الاستدانة، سنجد أن هناك مشاكل أيضا قد تكون هيكلية ولكن أيضا حكومية في الموازنة العامة وفي نسب الاستدانة، التي تؤدي إلى مشاكل عدة مثل التضخم ومشاكل التي نراها الآن في مختلف الدول التي عادة ما يسبق هذا الاحتجاجات والإضرابات كما يحدث الآن في لبنان وكما حدث في السودان وكما حدث في دول أخرى. المشاكل المترتبة على عدم كفاءة الموازنة العامة وعدم كفاءة الأنفاق هي تدني البنية التحتية وتدني قدرة الحكومات على تفعيل أو تنشيط الاقتصاد بشكل كافي، ما يؤدي إلى مناخ الاستثماري غير ملائم، ويعني القطاعات المنتجة هي غير مثمرة. نجد أن العديد من القطاعات التي الإنتاجية في لبنان خاصة في الصناعات هي قطاعات ليست التي يجب على لبنان التركيز عليها، هي قطاعات صناعات بسيطة يعني كما وصفناها غير مثمرة. نعم محمد، بما يخص يعني جزئية النمو، كيف اختلف لبنان عن باقي دول العالم؟ طبعا يعني كان هناك على فترات نسب نمو مرتفعة في لبنان، ولكن نتحدث هنا عن خلال 40 عام النسبة المتراكمة. عادة ما في الاقتصاد نتحدث عن التراكم وننظر ونبحث في ما هي الأنماط العامة في النمو. فخلال 40 عاما نسب النمو التراكمية 30% فقط من الناتج الإجمالي خلال 40 عام. المعدل العالمي خلال هذه الفترة 120% من النمو، فما يعني أن كانت هناك فترات لبنان لم تنمو فيه بالشكل الكافي. ما بين عوام 2010 و2018 نسبة النمو كانت 7%، وهو أيضا النمو التراكمي. في نفس الوقت المعدل العالمي كان 14%، علما بأن لبنان ليست من الدول الغنية. عادة الدول الأفقر أو الدول النامية يكون معدل النمو أعلى إن كان هناك محاولة لتنشيط الاقتصاد. الاقتصاد متقلب بنسبة 40% أعلى من معدل الدول النامية، هناك إحصائية تشير إلى هذه المعدلات. نسبة تقلب النمو معناه أنه من عام إلى عام هل نستطيع أن ننظر إلى نسب
قريبة من بعض أو على الأقل نسب تشير إلى زيادة مفهومة وزيادة مدروسة بالنسبة للحكومات. بالنسبة للاقتصاد اللبناني هناك تقلب أكثر من الطبيعي. ضخ السيولة التي تأتي من أكبر المشاكل هي ضخ السيولة في الاستهلاك والعقارات، استهلاك الأفراد وشراء المنتجات التي لا حاجة لهم فيها، والعقارات هي يعني كلاهما يعني كل منهما قطاع يعني لا ينتج ولا يزيد من الناتج الإجمالي بشكل قوي وكبير. نعم محمد، يعني قد يتساءل البعض ما الذي يجعل إذن من لبنان بلد في غلاء مستمر؟ طبعا يعني النمو الناتج الإجمالي، أردت أن أوضح هنا فكرة التضخم ونمو الناتج الإجمالي المحلي. التضخم هنا الخط الأزرق يعني انحدر في أعوام ما بين عام 2010 حتى 2015، ثم زاد بشكل كبير ما بين عام 2015 و 2018. عادة ما التضخم يكون له علاقة بالاستدانة بدون المقابل من الإنتاج وبدون السد الديون. وأيضا في نفس الوقت نرى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لم يتحسن بشكل كبير خلال هذه الفترة. فعندما لا يتحسن نمو الناتج الإجمالي المحلي وفي نفس الوقت يكون هناك ضخ بأي شكل من الأشكال للسيولة، في هذه الفترة كان هناك ضخ للسيولة خاصة سيولة عربية من الخليج العربي، هذا يؤدي إلى التضخم. أيضا لبنان من أكثر الدول في العالم بها تحويلات مادية من الخارج، وسبب في ذلك هو النسبة الكبيرة من اللبنانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى. وبالنسبة للبنانيين هذه النسبة نسبة غنية بشكل عام، إذن فهناك ضخ لسيولة من الخارج وفي المقابل لا يوجد ما يكفيه أو في مقابله نمو في أو إنتاجية داخلية كافية، إذن فيكون هناك تضخم. بيروت من أغلى العواصم العربية بشكل عام، أعتقد أنها رقم 2 بعد دبي، وهذا لا يناسب ستصل إلى العواصم العالمية بالضبط. من أغلى العواصم في العالم يعني. طب محمد، يعني كفاءة الحكومة في تنشيط الاقتصاد، هل هي كفاءة ملموسة؟ هل هي كفاءة يعني هشة؟ يعني عندما نتحدث عن الكفاءة نبدأ دائما من الموازنة العامة، فالموازنة العامة يعني هي البداية التي منها نرى هل هناك خطط لتنشيط الاقتصاد. إذا لم تكن الحكومة حكومة شيوعية أو اشتراكية بامتياز، فدور الموازنة بشكل عام هو تنشيط الاقتصاد من خلال إضافة بنية تحتية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، تحسين البيئة المؤسسية في قدرة رجال الأعمال، وأيا كان العوامل الموجودة في الاقتصاد للعمل بشكل سلس وسهل. فنبدأ هنا من الرواتب الحكومية، وهي من أكثر البنود جدلية الآن، يعني هي سبب الإضرابات الكثيرة التي تحدث، هي 9% من الناتج المحلي، في حين أن يجب أن نتذكر أن الموازنة كانت من المفترض أن تكون 6%، فالموازنة القادمة التقشفية في الأغلب ستقترب من 6%، ما يعني أن الرواتب الحكومية إما ستقل أو سيكون هناك انخفاض في عدد الموظفين الحكوميين. عجز الموازنة 8% هو عجز ليس بكبير يعني بالمناسبة، ولكنه بالنسبة للبنان رقم كبير في ظل عدم وجود إنتاجية كافية وإيرادات ضريبية، يعني هناك إيرادات من مناطق أخرى ولكن ليس ضريبية. نسبة الديون مقابل الناتج الإجمالي المحلي، وهنا نتحدث عن أزمة مشكلة الديون، 149% من الناتج الإجمالي المحلي هي ديون لبنان، وهو ثالث أكبر نسبة عالميا. نرى في السودان على سبيل المثال ومصر كانت هذه النسب أقل بكثير، ولكن يعني وحدث ما حدث. الانفاق على البنية التحتية 4% والمطلوب هو 10%، والسبب في ذلك يعني هذا يعني يأتينا إلى النقطة القادمة، وهي نقطة أين يعني من المفترض أن تنفق الحكومة. أي يعني ما هي السبل خلينا نقول لتحسين أداء الحكومة في موضوع الأقل. يعني مبدئيا إذا نظرنا إلى التصنيف، يعني هناك تصنيفات سلبية أثارت يعني عندما كنت مصدوما صراحة عندما رأيتها، سهولة مباشرة الأعمال لبنان 133 عالميا،
ترتيبها، التنافسية الدولية، تنافسية الاقتصاد اللبناني، لبنان 105 عالميا. مؤشر الفساد العالمي وضع لبنان 148 من أصل 180 دولة. بالطبع هذه مؤشرات من الصعب، يجب أن تتحسن حتى يتحسن البيئة الاقتصادية. أما بالنسبة للبنية التحتية فهناك أيضا عوامل يعني مثيرة لأي شخص يتابع هذه الأمور. جودة البنية التحتية في لبنان أسوأ من تقريبا غالبية الدول العربية، هي أسوأ من الإمارات، مصر، الأردن، وهناك أيضا تركيا كدولة إقليمية، سواء كان ذلك في الطرق أو الموانئ أو الطيران أو الكهرباء. بالنسبة للبنان دولة تريد أن تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، تريد أن يكون لبنان كما كانت في السابق دولة بها العديد من الفرص المالية لمن يريد، ودولة كانت تسمى بباريس، أو يعني بيروت كانت تسمى باريس الشرق الأوسط، والسبب وراء ذلك أو سويسرا، سويسرا بسبب البنوك، يعني كانت كان لبنان العاصمة الإقليمية للتعاملات المالية والقطاع المالي بشكل عام. هل تستطيع أن تفعل ذلك بهذه البنية التحتية؟ لا أعتقد. نعم محمد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة. كنا بنحب نسمع طبعا عن خطة الحكومة اللبنانية، لكن للأسف انتهى الوقت. نلتقي الأسبوع المقبل مشاهدينا الكرام.